يا سعيد الصوت بس اذا مشاهدي قناه شوف تيفي مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا الان كنتواجدوا امام مستشفى الهاروشي بابن رشد، واللي للاسف الشديد كنعرفوا شنو هو مستشفى الهاروشي وماذا يقع داخل هذا المستشفى من فوضى عارمه ومن المعاناه اللي كيعانيوها العائلات ديال المرضى، حيت المرضى اللي كيجيو للسبيطار وليدات صغار. الوليدات الصغار مساكن ما عارفينش، واخا كيتالم ما كيقدرش يقول لك موضع الالم اللي دارو، ولكن العائلات كيعانيو اكثر من الاطفال اللي كيكونوا مرض، وخصوصا اللي عندهم الامراض المزمنه، امراض السرطان او امراض الكلي. الله ينجينا وينجيكم والله يشافي جميع المرضى. يا ربي السنه دي 2023 تدخل على الجميع بالصحه والعافيه. وحنا هنا تلاقينا بواحد الاسره اللي جاو. منين جيتي الحبيبه؟ طريق مديونه عين الحلو في دوار المجاطقه ولا طال. من طريق مديونه مع جيتو؟ جينا من 8 الصباح. امتى صرتها؟ صرات هذه 3 ايام. وما مشيتوش للطبيبه هذه 3 ايام؟ لا. علاش الحبيبه؟ وما عندناش الامكانيات وما في حالناش. حيت هذاك السبيطار مديونه تبارك الله راه مجهز. مجهز ما يديروا معنا، ما يديروا علينا حتى حل والو. هذاك السبيطار مديونه تبارك الله عندكم كل شيء، سكانيرات عندكم، راديوات. والله ما يديروا معك شي حل. خلصي 800 لما كانش عندك الراميد، تخلصي 800 تاعت الصندوق وما يديروا لك لا تلفازه لا راديو ولا والو. اها هاكا امي، هاكا امي، هاكا امي، خوت ما يديروا لك لا تلفازه لا راديو ولا والو. والو والو ما يديروا لك حتى حاجه. يديروا لك ورقه يقول لك سيري لميريسكو. شنو وقع لهذا الوليد؟ هذا كان تفيدو 10 دريال. اييه. وحط فيا حط لي واحد الدري فوقه واحد القليه. قليه صراطه بحالك بغا ياكل القليه دمشات لي مع القليه. صرات 10 دريال. اه. وعلاش بركتو 30 قلتي حيت ما عندكمش امكانيات؟ وما عندنا. حتى اليوم جيتو لسبيطار الهاروش. اه. مع جيتي؟ جينا مع 8 الصباح. ايوا. ما داروا معنا حتى حل، بقينا شادين السيرفيس، بقينا شادين السيرفيس حتى الثلاثة، حتى الثلاثة ونص، عاد طلع عاد كتبوا لنا الراديو درناه ليه بانت العشرة، طلعناه النمرة ثلاثة. بعد العشرة راه كاينة. كاينة. بعد العشرة الحمد لله كاينة. كاينة. هما يقول لك صافي سيروا حتى النهار ثلاث أيام عاد ردوه لينا، عطاونا لا معلومات لا. ما قالوش لكم شنو كاين؟ لا سيري أمي أنت ما تخافيش. راه هاد العشرة دريال راه كاينه في البلاصه الفلان الفلانيه راه غادي تنزل. قال لك لا، قال لك لا، لا كان يرد جيبوه لينا، لا ما دوزاش مع الخروج جيبوه لينا. هو كيرد. هو قال الصباح صباح يرد اليوم. وقلتي ليه كيرد؟ قلت ليه كيرد، انا ما دخلتش، قال لي كيرد. قلتي لهم كيرد. هما قالوا لك لا كان يرد جيبوه لينا. كيقول لك عاد يدي هنا، كيقول هو عاد يدي هنا، وخاص غيور يقول. اه. ايوا هذاك الشيء وجناه بنتي، هذا الشيء اللي دابا انتم ما خرجتوا بحتى شي معلومه مفيده من هذا السبيطار. والو ما قالوش لكم سيروا ما تخافوش، راه ال 10 دريال راه وصلت للمعده، راها قريبه تهبط مع الخروج. لا قال قالوها لي. اييه. ايوا هذا الشيء اللي كاين. ولكن تكرفستوا. تكرفصنا بنيتي، لا فطور لا غدا، وما عندناش الفلوس والله ما عندنا باش نركبوا. والله دابا انتم واخا قالوا لكم راه غادي تخرج مع الخروج ما تخلعتوا. وي تخلعنا باه راه معصب والله ما كينعس. لا ولكن حنا غنقول لكم ما تعصبش، راه حنا تواصلنا مع واحد السيده مع الدكتوره اللي قالت لك ما عندكم مناش تخافوا، حيت اي 10 دريال ولا اي حاجه دخل شربوها الوليدات سرطوها الا ما مشاتش مع هذوك المسالك الهوائيه من تما مناش تخافي كتسد التنفس. اما دابا هي راه في المعده راه شفنا الراديو وقريبه. دابا المشكل هو التعامل، ما كاينش اللي كيدوي معاك مزيان ولا يقول لك ها انت يا سلالة ولا انت سيدي دي وليدك بعدها باش تدخلي بمشقة الانفس. وي وي ما كاين والو، لا سبيطارات لا والو، لا عندنا بنتي في مديونه ولا هنا. دابا ندوي على سبيطار مديونه، عاودي لنا على سبيطار مديونه. سبيطار مديونه كنمشيو ليه، ذاك السبيطار الكبير. أيه. قال لك فيه كل شيء. أيه. ما كيتقبلوناش. ما كاين لا طب لا والو. علاش؟ كيقول لك ما التلفازه عندهم، الراديو عندهم، يقول لك ما عندناش. اه ما عندنا سيرو، كتبوا لك ورقه وسيرو ميريز. اه يعني لو كانت لقيتي السبيطار مديونه ما غاديش تكرفسي لهنا. ما غاديش نجي لهنا، وعلاش نجي؟ كون لقيت راه ما نجيش لهنا. يعني من 8 ما شافك الطبيب حتى للثلاثة. اه حتى للثلاثة. عاد وصلت في النوبة. يعني هذا الوليد لو كانت الحالة ديالو خطيرة وحرجة كنتوا غاتكرفسوا. واشنو؟ راه هي اللي كاين. لا حول ولا قوة. دابا غادي نترجعوا في حالياتكم. غنمشيو بنتي. دابا طمنتوا منين جبنا لكم الجواب؟ اه ربي يخليك. طمنتوا؟ اه الله يحفظك. ايوا الحمد لله الحمد لله. اذا مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما شفتوا معنا هذا هو مستشفى بن رشد الهاروشي. حنا كنقولوا لوزير الصحة دائما الله يجازيك بخير السيد وزير الصحة، جي دير واحد طليلة، جي دير واحد زيارة تفقدية، جي شوف اشنو كيوقع في المستشفيات، جي متنكر ما تجيش في زيارة رسمية، حيت إلا جيتي في زيارة رسمية راه الناس غيوجدوا لك وغينضيو وغتلقى كلشي مزيان.
جي فحالك فحال اي مواطن بغى يدخل يدوز لولده ولا بغى يدخل يدوز راسه، غادي تشوف الكوارث اللي كتوقع في المستشفى ديال بن رشد وديال الهاروشي وفي جميع المستشفيات ديال مدينه الدار البيضاء. طبيعه الحال حنا عارفين ان مستشفى بن رشد كاين عليه واحد الاكتضاض وكتجي الساكنه من جميع المدن، ولكن هذا الشيء ماشي شغل المواطن، المواطن ماشي سوقه، المواطن خاصك توفر لي مستشفى، توفر لي سكانيرات، توفر لي راديو. حنا على ابواب 2022 ولا زلنا نعاني من مستشفيات مدينه الدار البيضاء بل من جميع المستشفيات ديال جميع المدن. الا هضرنا على مديونه كارثه، هضرنا على ضرب وعزه كارثه اكثر، هضرنا على مولاي رشيد كوارث، هضرنا على المستوصفات كوارث، هضرنا للاسف الشديد هذا وحال الصحه بالمغرب. الصحه خاصها صحه. عباد الله راه المواطن كيتكرفص، راه الوليدات كيتكرفصوا. عندي ولدي كبير. ايه. والله ما نكذب لك عنده مرض عقلي. ومريض وشتو الميريزك وعرفتي شحال عطاوني من شهر 8 عطاوني حتى لشهر 1 دابا عاد نرجعو. عاد يعطوك لشهر 8 عاوتاني. ونقسم لك بالله لا كيتوفى مسكين كتجي واحد الحالة خطيرة. من شهر 8 ديال 2022 حتى شهر 1 ديال 2023. وعندو الرانديفو ودايرة ليه التيو كوني بنبدلو ليه. والو مسكين كتجي ديك الحاله كيبات يموت. ما كاين والو. ما كاين والو. ما كاين والو. وجاتو الميريزكو ما داروا معايا حتى حل فرا شهر واحد. لا اله الا الله محمد رسول الله. قال المشاكل. هنا خصنا نراعيو الحاله النفسيه ديال الناس اللي كيجيو مع وليداتهم، راه الله يحسن العوان، ملي كتجيب ولدك صارت شي حاجه ولا مريض ولا فيه السرطان ولا فيه، راه النفسيه ديال الام وديال الاب كتكون متاثره اكثر من ذاك الطفل. راه خصنا الانسانيه عاد نخدموا المهنيه. هنا لا انسانيه لا مهنيه. ما كاين حتى شي حاجه. مشاهدي قناه شوف تيفي غنختم معكم هذا البث مباشره ونقول لكم الى اللقاء في بث اخر باذن الله. مع السلامه.